بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الدرس اللي عليه الدور الثابت والمتغير. الثابت والمتغير. طيب بص يا ستي، هو بيعرفني حاجة هنا في الثابت والمتغير. بص يا مريم، لما اجي انا اقول لك مثلا، لما اجي اقول لك ايه؟ اذا اضيف 3 الى العدد س فان الناتج يساوي ص. بص كده، اذا اضيف 3 الى العدد س فان الناتج يساوي ص. انا بكتبها ازاي الكلام ده؟ اضيف 3، عايزك تفهم حاجه، ده كده عايزين احنا نخليه ايه؟ المصطلح الرياضي بتاعها، يقول عليه المصطلح الرياضي، يجي يقول لك اكتب المصطلح الرياضي. المصطلح الرياضي يعني انا هترجمها من عربي لرياضي، بسيط. لما يقول لك اذا اضيف 3 دي يعني زائد 3، يبقى انت كاتبه كده زائد 3 الى العدد مين؟ الى العدد س، تقومي كاتبه الس من هنا، فان الناتج يساوي ص، يساوي اللي هي يساوي صوت. احنا كده ترجمناها من عربي لرياضه، ترجمناها من عربي لايه؟ لرياضه. الجمله دي كلها في العربي، دي كده في الرياضه، الرياضه بيسموها هي لغه الرموز. لغه الرموز ليه؟ لان دلوقتي بدل ما في كلام عربي كتير، احنا ترجمناها ايه؟ ترجمناها في جمله صغيره ووضحت الموضوع، ان ده عدد اضفنا اليه 3 طلع عدد تاني. فقال لك طب في حاجه بقى دلوقتي، هي السين دي بكام والصاد دي بكام؟ السين دي ممكن تاخد اي ارقام، يعني ممكن احط بدل السين مثلا 1، تمام؟ تمام. هيبقى 1 زائد 3 يساوي، هتلاقي الصاد طلعت ب4، لو حطيت س ب1 هتلاقي الصاد طلعت ب4. طب لو حطيت الس ب2 مثلا هتلاقي الصاد طلعت ب5. لو حطيت الس مثلا ب10 هتلاقي الصاد طلعت 10 زائد 3 13. يبقى كل ما بغير في س الصاد بتتغير. قال لي خلاص نسمي الس والصاد دول متغيرات. الكلام ده مهم جدا يا مريم، معاكي في السنين الجايه لحد الجامعه كمان. في ناس ما تعرفش الفرق بين المتغير والثابت. المتغير ده عمال يتغير، السين عماله تتغير، الصاد عماله برضه تتغير، زي ما السين بتتغير بتقوم الصاد متغيره، فيقوموا يسموا سين وصاد دول ايه؟ يسموا سين دي متغير، ويسموا صاد دي متغير. طب مين اللي ثابت معايا طول المساله؟ الثلاثه. اي 3 3 3 3 ثابته طول المساله. يوم يقول لك على الثلاثه دي يسموها ايه؟ ثابت او عدد ثابت. فهمتي بقى يعني ايه كلمه ثابت ويعني ايه متغير؟ طيب ده كده بقى على بعضه اسمه ايه؟ يسموه اسمين، يا يسموه معادله. معادله ليه؟ عشان هو فيه يساوي، وفي ناس بتسميه متساويه، بس هي معادله اشهر. الحاجه الثانيه ممكن يسموه ايه؟ مصطلح رياضي او تعبير رياضي. يعني ايه مصطلح رياضي او تعبير رياضي؟ ان انا بدل ما هو كان تعبير باللغه العربيه انا خليته تعبير رياضي. فهمتي بقى الفكره ايه؟ يعني دي كده المساله دي على بعضها يسموها تعبير رياضي. تمام؟ السين يسموها متغير، الصاد يسموها متغير. انت معايا ولا مش معايا يا مريم؟ معاك يا مستر. ماشي حلو. طب عشان بقى هنبتدي ايه؟ انا بعت لك برضه على الواتساب، انا عايزك زي ما اتفقنا يا مريم تعملي فولدر وتحطي فيه الحاجات دي كلها عشان تراجعي منها يوم الامتحان. عملت فولدر ولا مش عامله؟ تمام يا مستر. عملت. طيب مهم جدا نعمل فولدر، انا شغال على الموبايل او انا شغال على اللابتوب، اي حاجه اعمل فولدر عشان الكلام ده مهم. ماشي. طيب تمام. هبتدي بقى يجيب لي ايه؟ حاجات زي ايه؟ هيجيب لي بقى شوية حاجات أنا أترجمها بقى. يعني إزاي؟ يقول لي مثلا يجيب لي بقى حاجات يقول لي اكتب المصطلح الرياضي أو اكتب الإيه؟
التعبير الرياضي. طيب يقول لي ايه؟ اذا ضربنا مثلا، يعني هقول لك هنا اكتب المصطلح او التعبير الرياضي، او ممكن التعبير يقول لك بدل المفهوم الرياضي، كل ده معاني واحده. خلاص قايل لي ايه؟ اول حاجه اذا ضربنا العدد س في مثلا خمسه، فان الناتج، فان الناتج صافي يكون صافي. بسيط، فهو انا قايل له ايه؟ اذا ضربنا العدد س في خمسه يعني كده، س في خمسه فان الناتج، كلمه فان الناتج دي يعني يساوي، يساوي صافي. طب س في خمسه اصلا احنا قلنا لما نضرب عدد في حرف او عدد في رمز بينزل ايه؟ س في خمسه بايه؟ ننزل العدد وبعدين الرمز، ممكن اكتبها 5 س. تمام؟ فاكر لما قلت لك قبل كده س في 5 ب 5 س؟ لما قلت لك لو جينا نضرب حرفين في بعض س في ص ودي في ص. طب لو هضرب عدد في حرف، يعني مثلا س في 3 او س في 5 تديني 5 س، اكتب العدد وبعدين الحرف. فدي انا ممكن اكتبها 5 س تساوي ص. طب واحد حب يكتبها ص هي اللي الناحيه دي و5 س الناحيه دي، كل ده صح، يعني اللي يكتبها كده صح، اللي يكتبها كده صح، اللي يكتبها كده صح. انت معايا مريم ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. طيب ممكن يجيبها لي بالعكس، يقول لي ايه؟ اذا كان العدد ص هو خارج قسمه العدد، ومش لازم يكون ص وس، ممكن يكون الف وب، هو خارج قسمه العدد س على 3. بسيط، هو العدد ص نترجم، إذا كان العدد ص من كاتبين ص خارج قسمة اللي هو الشرط دي. احنا قلنا القسمة يا بنعملها علامة على يا بنعملها شرط. خارج قسمة مين؟ س على 3، يبقى س فوق و3 تحت. سهلة ولا صعبة؟ سهلة يا مستر. طيب برضو ممكن يقول لي الفرق، الفرق يبقى نعمل س ناقص 3. يعني إذا كان العدد ص يساوي الفرق بين، أهو بقى بس واحدة واحدة كده السبورة اللي جاي. ممكن يقول لي ايه؟ ركزي يا مريم عشان تحل الاسئله عليها دلوقتي. تمام. طيب ممكن يقول لي مثلا كده، يقول لي إذا كان العدد ص هو هو مجموع العددين س و7. بسيط، ترجمها لك مجموع يعني زائد، أما إنه ص يساوي مجموع، أول ما أشوف كلمة مجموع حاطط زائد كده في النص، بحط حاجة من هنا وحاجة من هنا، مجموع العددين مين؟ س و7. طيب ساعات تقولها لي ايه؟ اذا كان العدد ص، انا صارهم لك برضو هم مش محلولين وارجع احلهم، هو مثلا الفرق بين العددين، هجيبها لك هي برضو س و3 مثلا. طيب اذا قال لي اذا كان العدد ص هو ضعف مجموع العددين س و5، ماشي؟ طيب اذا قال لي مثلا اذا كان العدد ص هو ثلاثة امثال، ثلاثة أمثال، معلش أنا خطي في العربي مش حلو قوي، الفرق بين
العددين، اي عددين؟ س و8 مثلا، صورهم لك الاول هم مش محلولين عشان اذا حبيت تحلهم تاني. وبعدين ايه؟ بص يا ستي، بيقول لي ايه؟ اذا كان العدد، او انا كاتب صاد، هو دي يعني يساوي، هو دي يعني ايه؟ يساوي مجموع العددين، مجموعه وانا حاطط زائد في النص كده، كلمه مجموع يعني زائد، خلاص؟ اقوم حاطط السين من هنا، مجموع مين؟ سين من هنا وسبعه من هنا، خلص. طب اذا كان العدد صاد والفرق بين العددين، صاد تساوي، عشان قال لي هو الفرق احط ناقص في النص كده، نقوم حاطط ايه؟ السين من هنا والثلاثه من هنا، صاد بتساوي سين ناقص ثلاثه. طب اذا كان العدد صاد هو ضعف مجموع، خد بالك بقى عشان دي رخمه شويه، العدد صاد هو يعني يساوي ضعف يعني اثنين، خد بالك بقى، طالما قال لي مجموع العددين ما ينفعش احط زائد كده وفي الاثنين دي موجوده، امال نعمل ايه؟ نحطها بين قوسين كده، يعني المجموع احطه بين قوسين، ما احنا قلنا مجموع بنحط زائد في النص وبنكتب السين من هنا والخمسه من هنا، بس ما ينفعش اكتبها مباشره كده، ما ينفعش اكتبها. ليه بقى؟ كده اتحسبت الاثنين انها مع السين بس. لا، ده الاثنين كلها ضعف المجموع كله، يعني المفروض احط ده في قوس كده. انت معايا يا مريم؟ لو قال لي ضعف المجموع، معاك يا مستر. يبقى لازم احط انا ايه؟ ده بين قوسين. اللي بعدها، اذا كان العدد صاد هو ثلاثه امثال الفرق، او ماله صاد يساوي ثلاثه امثال يعني ثلاثه. الفرق بين العددين س و8، المفروض الفرق اهو في النص، س من هنا و8 من هنا، بس ما ينفعش اكتب كده، طالما في ثلاثه امثال دي لازم احط دول في قوس كده. ايه رايك، سهل الكلام ولا صعب؟ سهل يا مستر. طيب يا حبيبتي، عشان هتبتدي تحل في التمارين دلوقتي يا مريم، بس لسه هديك حاجه كمان في الترجمه. تمام يا مستر. دي قاعد لسه صورها، صور لك دي عشان ايه؟ ابعتها لك. في حاجة تانية ممكن يديها لي يقول لي ايه؟ يبقى لي بقى ايه؟ ان انا اترجم، بس بقى دي مهمه قوي اللي جايه دي. يقول لي عددان، ممكن يقول لي س وص، وممكن ما يقولش س وص، مجموعهما 8، فاذا كان العدد الاصغر س، فإن ص تساوي، تحط لك نقطة. بصي، عددان س وص مجموعهما 8، فإذا كان العدد الأصغر س فإن ص تساوي نقطة. طيب ممكن يقول لي كده برضه، عددان س وص خارج قسمتهما 7، فإذا كان، خليها في شكل قسمتهما، الفرق بينهما لو بينهما 7، فإذا كان صاد هو العدد الأصغر، فإن سين يساوي. طيب ممكن يجيبها لي بقى على ما حصل ضرب، يقول لي ايه؟ عددان س وص اصل ضربهما 9، فاذا كان الاصغر س فان صاد
تساوي. ممكن يقولها لي على ان برضو اهو يقول لي عددان س وص خارج قسمتهما 8. إذا كان الأصغر س فإن ص تساوي نقط. ممكن يجيبهم لي كده، ممكن يجيبهم لي كده، هصورهم بس الأول ابعتهم لي هم مش محلولين وبعد كده إيه أحلهم. عشان لو أنت حبيت تحل الحاجات دي تاني ومش محلولة زي ما اتفقنا تحليها. يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك في الفولدر بتاعك وهي محلوله وهي مش محلوله. في واحده الصوره طلعت مش واضحه قوي. تمام. بص بقى يا ستي، لما اجي اترجم كل ده يقول لي عددان س وص مجموعهما، انا بترجم زي ما اتفقنا من عربي لرياضي. عددان مجموعهما س وص، مجموعهما س وص، عددان س وص مجموعهما 8. يبقى س زائد ص يساوي 8. بيقول لي اذا كان ايه؟ اذا كان العدد الاصغر س فان ص يساوي ايه؟ بص بس الحته دي يا مريم مش مهمه قوي. هو عايز مني ص يساوي، شايفه الس ده ايه؟ هنقلها الناحيه الثانيه. احنا اتفقنا قبل كده الس دي لما نقلها الناحيه الثانيه طالما هي مجموعه كده فانا هنقلها اكتب 8 اهي، اكتب ص واكتب 8 هنقلها ناقص س. يبقى اقول ص تساوي 8 ناقص س، يعني هنقل الس دي الناحيه الثانيه اخليها بالناقص. انت معايا ولا صعبه؟ معاك يا مستر. طيب عددان س وص الفرق بينهما 7، فاذا كان ص هو العدد الاصغر، خدي بالك ص هو العدد الاصغر. احنا عارفين ان احنا في الطرح بنكتب الكبير وبعدين الصغير، هو بيقول لي ص هو العدد الاصغر يبقى س هو الاكبر، يبقى س يكتب الاول. لو كان قال لي، لو كان قال لي ان ص هو العدد، س هو العدد الاصغر، الو س هو العدد الاصغر كنت بحط الصاد الاول بعدين ناقص س. انت معايا؟ طيب معاك يا مستر. اه بيقول لي فان س، يبقى في موضوع الفرق دي ناخد بالنا مين الاصغر، مين الاصغر يكتب الاول، مين الاكبر سوري الاكبر هو اللي كتب الاول ناقص الاصغر. طيب وساعات بدل الكلمه دي يكتب لك يقول لك ايه؟ يقول لك صاد، صاد هو الصغير، يكتب لك جنب المساله كده س اكبر من صاد، اللي كاتب لك العلامه دي س اكبر من صاد حيث س اكبر من صاد، يكتب لك كده جنب المساله حيث س اكبر من صاد. تمام. طب هو عايز بقى ايه؟ فان العدد س، انا عايز س، بص اقوم كاتب س واقوم كاتب اللي يساوي على طول. طيب والسبعه، طب الناقص ص دي تروح فين؟ نوديها الناحيه الثانيه بس بالزائد. شفتي؟ يعني مش انا ناقص ص ننقلها الناحيه الثانيه زي ما بتكون لما بتسافر بتغير ايه؟ بتغير الاشاره بتاعتها، بدل ما هي ناقص تبقى زائد. طب لو واحد كتبها خدي بالك س بتساوي بدل 7 زائد ص قام كاتبها س بتساوي ص زائد 7. صح برضه. ما انا لما اقول مريم زائد عاطف هي لما اقول عاطف زائد مريم مش فارقه. لكن دي بقى لو واحد جه كتبها كده ص بتساوي اما بدل دول كده الس ناقص 8 لا هيبقى غلط. الطرح ما ينفعش ابدل واو القسمه. الطرح والقسمه ليست عمليات ابداليه، ما ينفعش ابدل. يعني هي 8 ناقص س هي الصح. هتقولي س ناقص 8 يبقى غلط. لكن في الجامع ممكن ابدل 7 زائد ص ممكن اكتبها ص زائد 7. الاثنين صح. عشان ساعات في الاختيارات انا حليتها 7 زائد ص تلاقي جاي لي في الاختيارات ص زائد 7 تبقى صح برضه. انت معايا يا مريم ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. كويس قوي. طيب عددان س وص حاصل ضربهما 9، حاصل ضربهما 9 يعني س، لو انا حاصل ضربهما يعني كده س في ص يساوي 9. طب س في ص يساوي 9 دي ممكن اكتبها بطريقه ثانيه؟ اه ممكن تكتبها كده، ممكن تكتبها س ص يساوي 9. طيب خدي بالك بقى من الحته اللي جايه، خليها بس تحتها كده، ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها كده.
خدي بالك بقى يا مريم. طب وعايز مني العدد مين؟ صاد. وعايز مني العدد صاد. طب طالما انت عاوز مني العدد صاد، طالما انت عايز مني العدد صاد، نودي السين دي بالاسم، اشياء مضروبه نوديها بالاسم، يعني نكتب له صاد يساوي، ونكتب التسعه الاول بسيط، والسين دي تروح ايه، هي مضروبه نوديها بالاسم، يعني كده اهو. انت معايا ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. او ممكن اكون كاتبها لك كده، سين صاد، هقول لك اول سين صاد يساوي تسعه، ومنها منها دي يعني الحل بتاعنا اهو، منها يبقى صاد بتساوي 9 على س. انا بس عشان ما عنديش مكان فكتبتها جنبها، المفروض اكتب دي تحتها. طيب عددان س وص خارج قسمتهما 8، خارج قسمتهما ايه؟ 8. طيب فاذا كان الاصغر س، خد بالك في القسمة والطرح لازم اخد بالي من الصغير، من الصغير، وقول لي الاصغر س، مش هما خارج قسمتهما، يبقى هكتب ص على س. اشمعنى ما كتبتهاش س على ص؟ لان هو قال لي الاصغر س، الاصغر س خارج قسمتهما يساوي ايه؟ 8. كده انا كتبت له المصطلح الرياضي. هو بيقول لي فان ص، يعني انت عايز الصاد، خدي بالك بقى، انا بس بكملها جنبها عشان ما عنديش مكان، بس انت هتبقى عاملاها تحتها. معايا يا مريم؟ معاك يا مستر. طيب خدي بالك بقى، السين دي اصلا مقسومه، لما نوديها هنا نوديها بالضرب، يعني بتروح بالعكس، لما بتعزل الناحيه الثانيه، او في ناس يقول لك بتعدي الشارع اللي هو اليساوي ده، تعدي بالعكس، لو هي قسمه تعدي ضرب، لو هي ضرب عدت قسمه. تمام؟ فهتعدي ضرب، يعني هتبقى كام؟ هتبقى ص، وهكتب الثمانيه في س. طب ما احنا اتفقنا ممكن بدل ما اكتب 8 في س كده اكتبها ايه يا ستي؟ اكتبها 8 س. شوف لما بضرب عدد في حرف بينزلوا جنب بعض من غير علامات، من غير علامات، علامه الضرب، فممكن اكتبها ص بتساوي 8 س، اللي يكتبها كده برضو صح، يعني اكتبها ص تساوي 8 س صح برضو. في اي حاجه من اللي مكتوبين دول مش مفهومه يا مريم؟ مفهوم يا مستر. خدي بالك ساعات ممكن بدل ما يقول لك عددان يقول لك ايه؟ اب وابنه، بدل عددان نعتبر الاب س والابن ص ونمشي الموضوع. فاهمه؟ كده مجموع عمر اب وابنه مثلا، هصور لك دي بس كده عشان هنبتدي بقى نشتغل في المسائل اللي قدامنا. طيب بص يا مريم، هتفتحي عندك بقى في كتاب المعاصر، عندك في كتاب في كتاب سلاح التلميذ، سلاح التلميذ انا اسف. طيب بص يا ستي، هنكتب من اول التمارين بقى، تمرين 8 صح؟ عشان عندي ماشي العدد مين؟ طيب بص يا مريم، هنحل مساله ونسيب مساله، يعني ممكن نحل ايه؟ رقم واحد ونسيب اثنين، يعني بص يا مثلا السؤال الاولاني، مثلا السؤال الاولاني عندك فيه ايه يا ستي؟ عندك فيه الف وب وجيم ودال. قومي حل انت، بص سيبي المساله الاولى عشان بتبقى سهله، المساله الثانيه بتبقى اقوى شويه. يعني انت في السؤال الاولاني تسيب، يعني هتحل الارقام الزوجيه بمعنى صح، يعني انت عندك الف وب وجيم ودال، تقومي انت حل رقم ايه؟ رقم ب ورقم د، ونسيب الف وجيم للايه؟ للواجب. انت معايا يا مريم ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. السؤال اللي بعده اللي هو رقم اثنين، عندك أ ب ج د ه و، حل مسألة وسيب مسألة، سيب رقم أ وحل ب، سيب رقم ج وحل د، كده ماشي؟ طيب تمام. وكذلك بقى في الأسئلة اللي بعدها، بس اللي بعدها فيها أ وب وج، حل مثلا أنت رقم ب، يبقى أ وج في الواجب كده، يعني هنمشي التمرين واحدة وواحدة. انت معايا لحد انت صورتي لي واحد هندسة معاه ولا ايه ده؟ طيب ماشي، هتعمل له الحركة دي يا مريم؟ اعملها لي في السؤال الأول والثاني
او هقول لك على حاجه عشان الاسئله الاولانيه دي مهمين قوي، خدي لي الصفحه الاولى دي الاول والثاني والثالث والرابع حليها كلها، مش لازم تكتبي تمام المساله، اكتبي الحل على طول. ماشي؟ تمام شايفه الصفحه الاولى يا مريم؟ ايه شايفه الصفحه الاولى اللي مكتوب عليها تمرين اي 8 فوق؟ حلي لي الصفحه كلها، تمام واحد اتنين تلاته اربعه، اسئله كلها. اوكي؟ طيب عايز بس افهمك حاجه قبل ما نحل، انه لو جه قال لي مثلا بالنسبه للمربع والمثلث والكلام ده، عشان ممكن يجي يسالني، ممكن يجيب لي حاجات زي كده، يقول لي مثلا برضو اكتب المصطلح الرياضي او اكتب العلاقه الرياضيه، لو انه مصطلح رياضي اقول او العلاقه الرياضيه، ممكن يجي يقول لي ايه؟ اكتب العلاقه الرياضيه او المصطلح الرياضي، يقول لي ايه بقى؟ مستطيل طوله س وعرضه ص، فإن محيطه هيسمي بقى المحيط مثلا ح يساوي نقط، ممكن يقول لي ايه؟ مربع طول ضلعه س، فإن محيطه ح يساوي نقط، ممكن يقول لي مثلا رقم 3 مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه س، فإن المربع زيه زي المعين، ممكن يقول لي معين، محيط المربع هو محيط المعين، لأن المعين كل أضلاعه متساوية زي زي المربع، فإن محيطه أه يساوي نقط، ممكن يقول لي إيه؟ مثلث مثلا متساوي الساقين طول ضلعين فيه س، والثالث الضلع الثالث ص، فإن محيطه ح يساوي نقط. هفهمك ايه معنى الحاجات دي كلها. طيب صور بس دي. بص يا ستي، احنا عارفين ان المستطيل عامل ازاي؟ المستطيل عامل كده، طوله س وعرضه ص، احنا عارفين ان محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2، فمحيط المستطيل هكتبه ح، الطول زائد العرض يعني س زائد ص. بصي في 2 بيكتبوا 2 قبل القوس كده، كده انت عملتها في 2. انت معايا مريم؟ معاك يا مستر. يعني بدل ما اكتب فيه 2 ممكن اكتب 2 قبل القوس، لان القوس بيتحسب في الرياضه ضرب. طب مربع طول ضلعه س، يعني ممكن اكتبها لك بطريقه ثانيه اهي، س زائد ص في 2 اللي هي ممكن تتكتب ايه؟ اكتب لك كده، ان ممكن تتكتب كده هتساوي 2 في س زائد ص. تمام؟ طيب تعالي بقى، مربع طول ضلع س، احنا عارفين ان محيط المربع ها يساوي طول الضلع اللي هو س في 4. طب ممكن اكتبها بطريقه ثانيه؟ اه ممكن تكتب الح، واحنا قلنا س في 4 تساوي ايه؟ فاكره س في 4 تساوي ايه؟ ها؟ س و4. لا 4 س، العدد هو اللي له الافضليه الاول، العدد ولا الافضليه، زي ما يكون مثلا مريم مثلا محمد، بكتب مريم الاول وبعد اسم بابا، هو نفس القصه كده، العدد هو اللي اتكتب الاول وبعدين اسم بابا اللي هو الحرف، يبقى 4 س. انت معايا يا مريم ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. طيب يا حبيبي، مثلث متساوي الاضلاع، المثلث متساوي الاضلاع اصلا اضلاعه كلها س، عامل كده كل اضلاعه قد بعضها س وس وس،
خلاص هو فهمنا بقى ايه محيطه، ايه محيطه طول الضلع في ثلاثه لان اضلاعه كلها قد بعضها، فيبقى محيطه طول الضلع في ثلاثه مش طول الضلع في اربعه بقى. خلي بالك المربع زيه زي المعين، محيطه برضه طول الضلع في اربعه لان المعين اصلا برضه عامل كده، اضلاعه كلها قد بعض زيه زي المربع، فطول الضلع في اربعه، المربع برضه اضلاعه كلها قد بعض طول الضلع في اربعه، فبيبقى ده 4 س وده 4 س. طب تعالي بقى مثلث مساوي الاضلاع، هيبقى محيطه طول الضلع في 3، طول الضلع اللي هو س في 3، ها س في 3 تساوي ايه؟ ممكن اكتبها كده بقى، ها انا خدي بالك بعمل سهم كده يؤدي الى، عشان ما عنديش مكان، انت المفروض تكتبي المعلومه دي تحت دي، يعني المفروض اكتب ح تساوي 4 س تحت ح بتساوي س في 4 تحتها. طب ها يبقى ح بتساوي ايه؟ س في 3 بايه يا مريم؟ سين بتلاتة بتلاتة سين حلو. طيب مثلث متساوي الساقين، خدي بالك بقى المثلث متساوي الساقين عامل كده، هو بيقول لي طول ضلعين فيه ماشي، او كل منهما خلاص سين، يعني الضلع ده سين والضلع ده سين، الضلع الثالث ايه؟ صاد، مختلف عنه. خدي بالك سين يعني معناها دول طول بعض، طالما ده اسمه سين وده اسمه سين نفس الحرف يعني دول طول بعض، يعني لو ده خمسه تلاقي ده خمسه، لو ده سته تلاقي ده سته. الثالث اسمه صاد عشان هو مختلف عنه. فان محيطه، احنا عارفين ان المحيط بيساوي مجموع الاضلاع، يعني ايه؟ يعني سين، انا عندي دلوقتي سين وسين يبقى عندي اتنين سين. فالمفروض محيطه يبقى كده سين زائد سين زائد صاد. طب قال لك احنا ممكن نجمع سين وسين، سين وسين دي اقول لك عارفه زي ايه؟ زي ما اكون بقول لك برتقانه وبرتقانه، مش انت بتقولي اتنين برتقانه؟ او تفاحه وتفاحه، مش انت بتقولي اتنين تفاحه؟ فانا ممكن اكتبه كده اهو الخطوه اللي بعدها بقى، بس انا عشان ما عنديش مكان اكتبه ح يساوي س وس يبقى 2 س زائد ص. واحد يقول لك طب ما جمعتش معاهم ليه؟ ما جمعتش معاهم ليه ال عامل الخط بس كده عشان الفرق بين الرسمه والبتاع عشان تلخبط. واحد يقول لك طب ما جمعتش الصاد معاهم ليه؟ هقول لك ليه؟ لان لو السين دي برتقانه والصين دي برتقانه والصاد دي تفاحه، هو ينفع اجمع البرتقانه على التفاح؟ يعني انت عندك برتقانه وبرتقانه وتفاحه، انت بتقولي ايه؟ برتقانه وبرتقانه يبقى اتنين برتقان يعني اتنين سين زائد كمان تفاحه صاد، ما ينفعش تجمعه، ما ينفعش اجمع برتقان على تفاح، ده حاجه وده حاجه. انت معايا يا مريم؟ معاك يا مستر. طب ماشي حبيبي، هصور لك انا دي بقى، ابتدي اشتغلي لي في التمرين، خدي الصفحه الاولى دي كلها اكتبي الاجابه بس، الاجابه فقط. تحبي تاخديهم واحده واحده؟ خدي واحده واحده وسيبي الباقي هو مرجع احسن، خدي واحده واحده، يعني حلي الف وسيبي ب، حلي جيم وسيبي د كده، خدي واحده واحده والباقي بواقي. اوكي معايا مريم ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. خدي واحده واحده وسيبي الباقي واقف، يا ابداعي هسيبك فيه كده، ايه هسيب لك فيه زي يعني 5 دقايق كده، واحده واحده بقى يبقوا صغيرين اهم، تمام، وهرجع انا احلهم معاكي تاني اعمل لهم تشيك. اوكي يا مريم؟ مريم معاك يا مستر. حلي لي واحده وواحده اللي هي الصفحه الاولى في تمرين 8، بس ما تساليش ولا سؤال يا مريم، حلي ان شاء الله يطلع غلط يطلع صح يطلع زي ما يطلع، انا كده كده هحلهم تاني. اوكي ولا مش معايا؟ تمام يا مستر. طيب يلا حبيبي قدامي 5 دقايق كده او ايه 7 دقايق كده، خليهم فيه، هم حوالي 7 مسائل يعني كل مساله دي يعني حوالي 7 دقايق كده. اتفضل يلا، ما تحليش في الكتاب يا مريم، حلي في الكراسه بره، وحلي تمام واحده يا مستر. واحده، ها سيبك من السؤال الاولاني ده، يعني سيبك من السؤال الاولاني ده، مش يعني ايه 4 وجبات من نفس النوع كلام، لا سيبك من السؤال الاولاني، خدي لي السؤال الثاني والثالث ورا. هقول لك على حاجه، بلاش السؤال الاولاني خالص، حركه حلوه ونبقى لمينا كل الافكار، بلاش السؤال الاولاني خالص، خدي لي الثاني والثالث والرابع كلهم مش واحده واحده كلهم، اوكي بس اكتبي في الكراسه يا مريم، ما تكتبيش المساله، اكتبي الحل على طول في الكراسه،
رقم أ إجابتها كذا، رقم ب ليه بقى ما نكتبش في الكتاب؟ عشان لو حبينا نراجع تاني في الكتاب. أنت معايا ولاش معايا؟ معاك يا مستر. ما تحليش الكتاب بعد إذنك يا مريم، خلاص؟ يبقى مرجع بالنسبة لنا، مش عشان حرام نرجع نشتري كتاب تاني بقى، خلاص؟ نشتري كتاب تاني لو ممكن ما نلاقوهوش، يكون خلص من السوق. أوكي؟ طيب، اتفضلي. تسأليش أي سؤال، 10 دقايق كده ولا 5 دقايق وأرجع. لو انت خلصتيهم خلاص صح؟ طيب هبدأ بقى نحلهم تاني مع بعض كده، وانت اعملي صح وغلط، والهوم ورك بتاعك هيبقى بقى المسائل اللي احنا سايبينها. تمام سايبينها دي واحده بس كده، اجيبهم تاني. طيب هنبدأ بقى من السؤال اللي هو التاني كده. بيقول لي اذا كان طول ضلع المثلث متساوي الاضلاع لام ومحيطه ح. مثلث متساوي الاضلاع طول ضلعه لام ومحيطه ح. بيقول لي بقى فان ايه؟ فان العلاقه الرياضيه بين ح ولام هي. عملتيها ايه؟ حضرتك بتقول على الاخطر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين صح؟ ده السؤال التاني. عملتها نص وح. لا عملت ايه؟ لا نص لا وح. هو طول ضلعه لام، لام لام، يبقى محيطه المفروض اجمع لام زائد لام زائد لام، تفاحه زائد تفاحه زائد تفاحه، يبقى ثلاثه تفاح. يبقى انا اكتب المصطلح الرياضي بتاعي ايه؟ ح بيساوي ح يعني المحيط يساوي ثلاثه لام. انت معلش معايا؟ احنا قلنا تفاحة وتفاحة وتفاحة، يبقى ح بيساوي 3 لام. هو عايز لام اصلا، عايز لام. خدي بالك بقى، شايفة التلاتة دي كانها مضروبة في اللام، التلاتة دي كانها مضروبة في اللام، بنوديها هنا بالقسمة. بالقسمة ازاي؟ يبقى لام يساوي، بصي، ح على 3. ممكن اكتبها بقى، بكتبها ح على 3 تساوي لام، اكتبها لام بتساوي ح على 3. معايا يا مريم ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. طيب رقم ب، عرض المستطيل س وطوله ضعف عرضه. خد بالك المستطيل كده عرضه س، طوله ضعف عرضه، يعني ده قد ده كم مره؟ قد ده مرتين، خلاص؟ يعني ده س يبقى ده 2 س قده مرتين. طيب في الحاله دي محيطه يبقى يساوي ايه؟ دي رقم أ. رقم ب، المحيط هيساوي ايه؟ المفروض الطول زائد العرض في 2، يعني المفروض اعمل س زائد 2 س، اعمل اضربها في ايه؟ في 2 صح؟ طب س زائد 2 س، انا عندي تفاحه وتفاحتين، يبقى 3 س. لما اضرب 3 س في 2، بصي بقى بتعملي ايه؟ بتضربي 3 في 2 ب 6 س، يبقى ح بيساوي 6 س. فاهمها ولا صعبه؟ فاهمها يا مستر. طيب ماشي. يبقى اهم حاجه لما اجمع س و2 س يا مريم، يعني بجمع تفاحه مع 2 تفاح يديني 3 تفاح كده. طيب المساله اللي بعدها يقول لي ايه؟ يقول لي عددان س وص الفرق بينهما 5، وكان اصغر العددين س، اصغر عددين س، يبقى انا لازم اما اكتب اهو دي رقم ج، اكتب الصاد الاول ناقص السين تساوي 5، لان هو بيقول لي الفرق بينهما عن صاد ناقص سين، وقال لي الصغير س، يبقى السين هو اللي اتكتب الثاني. هو بيقول لي بقى فان صاد يساوي، صاد اهو يساوي، اقوم كاتب ناقل السين دي بالعكس ليها زائد 5 زائد س، يعني الى جنب الخمسه بالزائد، او اكتبها صاد بتساوي س زائد 5. اثنين صح. طيب فاهمها؟ ايوه. طيب لو مش فاهمه يا مريم قولي لي. رقم د، لا فاهمه يا مستر. رقم د بيقول لي محيط معين طول ضلعه لام، معين عامل كده طول ضلعه لام 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 لام، المحيط بجمعهم كلهم. طب انا عندي تفاحه وتفاحه وتفاحه وتفاحه، يبقى 4 تفاح، يبقى المحيط ح بيساوي 4 لام. هو بيسال على ايه؟
هو بيسألني بيسأل على اللام، على اللام يساوي ايه؟ نفس القصة بقى، هو عايز اللام. الأربعة دي كانها مضروبة في اللام، أربعة لازقة في لام كده كانها مضروبة، نوديها هنا بالقسمة. بالقسمة يبقى لام تساوي ها على أربعة. نوديها بالقسمة. طيب اللي بعديها بيقول لي 2 ص زائد 5، جايب لي كده 2 ص زائد 5، بيقول لي بيتسميها ايه؟ احنا قلنا بنسميها علاقة رياضية. 2 ص زائد 5 ده بيسمى ايه؟ يسمى تعبير ايه؟ تعبير عددي ولا لفظي ولا رمزي؟ هو المفروض نسميه تعبير رمزي عشان فيه ايه؟ تمام؟ تعبير رمزي عشان فيه. طيب ماشي. طب المسألة اللي بعديها جايب لي في السؤال اللي بعديه يقول لي الألف 2 س ناقص 7، بيقول لي مين الثوابت ومين المتغيرات؟ احنا قلنا المتغير هو س والثوابت 2 و7، دول الثوابت. يبقى المتغير س والثوابت اللي هي الأعداد 2 و7، يبقى دايما المتغير هو السين او الصاد والثوابت هي الاعداد. اللي بعديه بيقول لي ايه؟ ميم بتساوي 2 زائد نون. مين المتغير؟ المتغير اللي هو ميم ونون. ومين الثوابت؟ الثوابت اللي هو الاثنين. يبقى الثابت هو العدد يا مريم، معلش معايا؟ معاك يا مستر. طيب اللي بعديها بيقول لي ايه برضو؟ بيقول لي 14 لام بتساوي ألف زائد 6. المتغير اللي هو مين؟ المتغير اللي هو اللام والالف. يبقى المتغيرات دايما هي الحروف يا مريم، اللام والالف. والثوابت مين؟ ال 14 والست. بس يبقى دايما المتغير هو مين؟ هو الحروف، بينما الثوابت هي الايه؟ هي الاعداد. تمام. طيب تمام. ماشي، صور لك دي برضه. ماشي، شفنا المسألة اللي بعديها. بيقول لي العدد ميم ينقص عن العدد لام بمقدار 9. مهمة قوي. العدد ميم ينقص عن لام بمقدار 9. طالما ينقص عن لام يبقى هنكتب لام ناقص. بص كده، العدد ميم ينقص عن لام بمقدار 9. العدد ميم، هو انا كاتب ميم، دي رقم الف ايه، ميم ينقص عن لام، يبقى نكتب اللام ناقص بعدين تسع. طيب ضعف العدد س، ضعف العدد س يعني 2 س. يزيد على العدد ص بمقدار 2. خدي بالك بقى، يزيد نكتب يساوي كده، 2 س يساوي زي ما عملنا هنا ميم يساوي. طالما قال لي يزيد على العدد ص يبقى نكتب الصاد الاول وبعدين نكتب زائد 2 زي هنا. ينقص كتبنا اللام الاول وبعد ناقص 9، يزيد كتبنا الصاد الاول وبعد زائد 2. معايا مريم ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. طيب رقم ج بيقول لي مستطيل، محيط مستطيل ابعاده 3 وس. المحيط هيبقى ح مثلا، هو ابعاده يعني الطول زائد العرض 2، 3 وس نضربهم في 2. طب لما اضربهم في 2 ايه اللي بيحصل؟ بصي ال 3 دي في 2 بتبقى ب 6، والس لما نضربها في 2 بتبقى 2 س. يعني ممكن اكتبه كده، وممكن اكتبه ح بتساوي 2 س زائد 6. انت فاهمها؟ يعني ال 3 بتضرب في ال 2 ب 6، الس لما اضربها في 2 احنا قلنا عدد في حرف بينزلوا جنب بعض 2 س. مثلث اطوال اضلاعه 4 و2 س و6 ص، محيطه المثلث اضلاعه ايه؟ 4 و2 س و6 ص. احنا اتفقنا ان المحيط بيساوي مجموع الاضلاع، هو بيقول لي الاضلاع 4 و2 س و6 ص، نجمعهم بس. طب كده هينفعوا يجمعوا؟ لا مش هينفعوا يجمعوا، لان العدد ده ما عندوش س ولا ص، وده عنده س وده عنده ص، يبقوا مختلفين، كان ده تفاح وده برتقال وده موز، ما ينفعش يجمعوا. كان 4 كيلو تفاح 2 كيلو موز 6 كيلو برتقال، ما ينفعش تجمعهم مع بعض، تفضل كده. يا اما ممكن اكتب السين والصاد الاول بعدين زائد 4. خلاص؟
خلاص انت كده بقى هتحلي الصفحه الثانيه عندك ايه؟ واجب. معايا يا مريم؟ معاك يا مستر. طيب واشوفك ان شاء الله في ميعادنا القادم اللي هو يوم ايه؟ مريم انت ميعادك يوم الاربعاء الساعه 3 برضه. ماشي؟ تمام، طيب يعني هو مش برضو 4 و1؟ حد واربعة الساعة 3. اوكي تمام ماشي زي ما احنا يعني حد واربعة تمام الساعة 3 مريم. تمام طيب ماشي يا ماما، يلا حلي بقى الصفحة التانية واجب يا مريم. ها تمام ويا ريت تبعتها لي على الواتساب عشان اشوف لك ايه الصح من الغلط. ماشي طيب تمام يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.